لا يكاد ينتهي من مصافحة مهنئيه حتى يبدأ بتلقي الاتصالات المهنئة. قصر العائلة في الأشرفي امتلأ بالمحبين لاستقبال العائد من الرابي ومعه وزارة الاتصالات. هو نقول الصحناوي السياسي الشاب العوني ابن الأشرفي الذي لم تهزم إرادته نتائج الانتخابات الأخيرة. لا نقول الصحناوي بالآخر ناشط بالحقل العام من 89، عدة الناس ما بيعرفوها لأنه شوفوني كتير شكلي شاب كتير، عمري 44 سنة يعني برش شوي بالعمر، بقى بيقولوا هذا 3 4 سنين 10 سنين صار له بيمارس. لا نحن الحقيقة من 88 من وقت ما الجنرال أعلن، كان عمري 21 سنة، أعلن المسيرة تبعيته أنا انخرطت بالحقل العام بمعنى النضال. وأكيد النضال بيتطور، كل حقبة عندها شروطها. وصلنا هلا لمحل ترشحنا على الانتخابات بال 2009 وهلا رسيت علينا مسؤوليه الوزاره، مسؤوليه كبيره. بالحقيقه ما كان عندي علم على حقيبه معينه، وحتى ما عندي حتى تاكيد انه انا بالتشكيل اللي بدها هي تتقدم. حب الجنرال يخلي التفاوض كتير ضيق لينجح فيه، والاسم عم يتداول صحفيا كان، فكنت عارف انه في احتمال. الصحناوي المتمسك بالإصلاح نهجا يبدو مصرا على متابعة ما بدأه الوزير شرب النحاس في وزارة الاتصالات. لا أكيد نحن نهجنا إصلاحي، وأي وزير بيناتنا جاي ينفذ نفس التوجه يلي هو نبني مؤسسات نرممها، نعطي خدمة للمواطن، ننزل الأسعار. هذا شيء ثابت عنا مهما كان الاسم، بالآخر هذا نهج ثابت. هلا شخصية بتختلف عن شخصية أكيد، بس انا بعتبر انه نحن كوزراء نفس كلنا نفس الطينه ونفس النهج. من نقول الصحناوي وليس بعيدا عن شرب النحاس، ننتقل الى جارهما في الأشرفية نقول نحاس وزير الاقتصاد، حيث توافدت وسائل الاعلام لتتعرف على الوجه الجديد في المشهد السياسي. انا عشت القطاع العام من 86 لليوم، مريت بكثير مراحل، كنت حياة كثير قريب من القطاع العام، بصفتي كنت عضو تجمع رجال اعمال، نائب تجمع رجال اعمال، كنت عضو جمعية الصناعيين، كنت عضو فاعل في عدة لجان تمثل الهيئة الاقتصادية، كنت يعني من 86 لليوم ما انقطعت بدور ما في الهيئة الاقتصادية من اجل متابعة الشأن العام لمنفعة الاقتصاد ولمعالجة الاقتصادية. ويمكن كنت أنا من الناس اللي ساهموا خصوصي بالسياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية بتبني بعض القرارات والسياسات التي أنتجت إيجابية للبلد. أنا لأنه حقيقة أنا مع دولة الرئيس يعني مواكبه من سنين عديدة وقريب منه جدا، لكن بالجو شو عم يعني بكل الصعوبات اللي صارت بكل المشاكل اللي صارت، بس اليوم الحقيقة طريقة هذا كانت مفاجأة. بس انه طريقه اعلان الوزاره ولا لا انه يعني الاعلان تبعها والحيثيات تبعها بالنتيجه كانت مفاجاه. نحاس القريب من الرئيس نجيب ميقاتي يبدو واثقا من قدره الحكومه على مواجهه التحديات والنهوض بالاقتصاد اللبناني. هيدي حكومه عندها مهمه اساسيه انها ترجع النمو للاقتصاد، لانه اذا ما عندنا نمو نحن بازمه. نحن عندنا دين، الدين مين بيسبق اكثر، الدين ام النمو؟ احنا كنا عايشين اخر سنتين ثلاثه نوعا ما تغضينا عن مشكله الدين من دون ما نعالج اساساته لانه كان النمو. هذا الموضوع اليوم رجع بنحط على الطاوله، بدنا نرجع السياق، بدنا نرجع الاستقرار، وبدنا نرجع نعالج مواضيع اقتصاديه بشكل علمي وبشكل مدروس ليكون يرجع النمو للبلد، لانه النمو ومع الانتاجيه هن الضمان الوحيد لمستقبل اللبنانيين. وعود وأمنيات من الوزيرين الجارين نقولة ونقولة تبقى رهينة الانسجام والتنسيق والقمياء بين الجهات التي يمثلها نقولة ونقولة.